حفظتهم. إذا أنت بتضلي تاكلي هيك رح تصيري قد الدبة. لو بتحفظي محيط الدائرة مو أحسن؟ رولا شوفي شو صاير لك من الصبح؟ أساساً هالمسرحية خلص وقتها. انتي ليش عم تحكي هيك؟ ما عم بفهم. زواجنا وبتعرف كيف صار زاد. وشكراً كثير لأنك رجعت. صحيح رجعتك مع شي حلو وقتك. وهلا نفكر شلون بدنا ننفصل. الوضع لازم ينتهي حاجة بقى. شوي خليني افهم انا شو عملت؟ شو صار؟ رولا بس لحظة خليني احكي. ما في شيء تاركي موبايله هون كمان، ما في بالعادة تروح بدون ما تخبرنا. لا تخافي هلا بترجع. طيب ليش ما خبرتنا؟ خلاص مالك اهدي شوي. خايفة تساوي بحالها شي. ليش عم تحكي هيك ملاك؟ فهموني شو صاير. خالتي بالفترة الأخيرة كانت تعبانة، أنا رايح دور عليها. راح روح خبر الشرطة أنا. ما في لزوم عمو، خطر على بالي محل، راح شوفها إذا هونيك، وإذا ما لقيتها دغري بخبركم. بدي روح معك. ملك انت خليكي هون، ما في داعي انا بخبرك. الله يخليك. انبسطنا بهالسفرة مو هيك؟ اكيد لانه خلصنا الشغل. ما كنت رح اعرف شي لوحدي، ما بعرف هالمناطق. انت وامير بتعرفوا كل شي. بعدين قضينا وقت حلو سوا، انا كتير انبسطت. طبعا هالشي كله بفضلك انت. مانك مضطر تجاملني كل هالقد، اصلا انا بعرف حالي اني مملة على الطريق. بس اكيد احسن من امير. اشتهيته شي مرة يبتسم. هو عطول جدي هيك؟ ما بعرف، حسيته كتير متوتر، ما قدرت افهمه. انت ما لاحظتي هالشي؟ ما بعرف، بظن انه بيهتم بشغله زيادة عن اللزوم. منيحة جيتي معنا، ولا ما كنت تحملته؟ لوين بدنا نروح هلا؟ على المقبرة، عند قبر عمي. يمكن راح تتزور. هيك بظن. أمير ليك هنيك. خالتي 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 خالتي. خالتي يلا أمي يلا. ليش ما قلتي لنا إنك جاية لهون؟ خفت كتير لما ما لقيتك. يلا خلينا نروح. يلا قومي حبيبتي. على مهلك خالتي، على مهلك. امشي معي. حياتي انا ماشي. طيب امتى رح ترجع؟ والله ما بعرف حبيبتي، حسب الشغل، بس ما بتأخر. اتصلي برفقاتك إذا بدك، روحي لعندهم. بس هن متجوزين، شو بدي أعمل بيناتهم؟ بقرا شي كتاب أحسن. وأنتي متجوزة؟ إيه هن هلأ بيقعدوا بيحكوا عن رجالهم، أنا شو بدي أعمل؟ وأنتي احكي كمان، اخترعي لك شي قصة. إذا حابة تتسلي مالك إلا هالطريقة هي. والله بعرف إنه صعب عليك تضلي لحالك بالبيت. والله أنا حاسس فيكي، بس بكرة شوي شوي بتتعودي ولا يهمك. إن شاء الله بتعود. ضحكي بقى.
السكر عندك طبيعي يا خانم، ما في شي بيخوف، بس بدك راحة. هلا بعطيكي إبرة مهدئ وبترتاحي علي إن شاء الله، أوكي؟ ما في داعي للمهدئ، أنا منيحة. طيب، مثل ما بدك، مع فاية. يسلموا. يعطيك العافية. الحمد لله على سلامتك. هلا المدام بحاجة لشوية دعم نفسي ومعنوي، خليكن جنبها ولا تهملوها. بالإذن لازم روح. تفضل. يسلموا إيديك، عزبناك دكتور. شكرا. تفضل. ليش ما خبرتيني؟ كنت أنا وصلتك. خفنا كتير لما ما شفناكي بالبيت. شو اللي صار؟ امبارح كنت منيحة؟ ما نمت كل الليل، بلقت كتير، ما بعرف شو اللي صار. ما شفت حالي إلا وأنا هونيك، وما حسيت على حالي كيف نمت. أمير، لو سمحت وديني على البيت. ما رح سافر وانتي تعبانة، بس ارتاحي منمشي. أمير أنا منيحة، ليك ما فيني شي، حابة روح على بيتي هونيك برتاح. مثل ما بدك، إذا هذا الشي بريحك خلينا نمشي فورا. شو رأيك نوقف شوي؟ على راحتك. شو اسمه هاد؟ هذا معبد دور. وهذا يلي قدام؟ هذا التل العالي. نقدر نروح لعنده؟ من هون ما فينا ننزل. حابب تروح لهنيك؟ لو تشتغلي معي دليل سياحي مو أحسن؟ بصراحة كتير حابب أشوفه. طيب يلا منروح. صباح الخير، كيفك؟ أهلين يا بنتي. يعني إذا بتحبي نشرب القهوة سوا تفضلي لعندي، اليوم ماني طالعة على محل. اليوم ما بحسن حبيبتي لأني رايحة لعند سلفتي، فيك تروحي معي إذا بدك. لعند سلفتك؟ إيه حبيبتي، هي صبية من عمرك، تنبسوا مع بعض. لا اليوم ما بقدر روح، إن شاء الله مرة تانية، الله معك. طيب خاطرك. إجت عاصي. كل هالأرنقة مشان عاصي؟ شبك فاطمة؟ أنا من طول عمري بلبس هيك. يا الله. بالعادة طريق الرجعة بيكون طويل، بس هالمرة غير شكل. معك حق. معناتها كمان متفقين بهي. أهلا وسهلا، كيف كانت السفرة؟ كتير منيحة. قطعنا مسافة طويلة، معقول ما نخلص شغلنا؟ يا جماعة ليش لهلأ واقفين برا؟ يلا تفضلوا خلينا نقعد بجنانة. ما بدي ازعجكم. لا شو هالحكي علي بيك؟ يلا تفضل خلينا نضيفك شي شغلة باردة. بالإذن منكم أنا رح غير ثيابي وأعمل فتلة على الخيل. مو معقولة شو متعلقة بالفرس. لك بنتي ارتاحي لك 5 دقايق.